أقام مركز تنمية حوض عالي الفرات بالاشتراك مع كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتربية الأساسية بجامعة الأنبار المؤتمر العلمي الدولي الثاني للمياه بقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار تحت شعار المياه بين الشح والاستدامة لمناقشة العديد من المواضيع الجوهرية التي تعنى بالمياه والندرة التي تعاني منها البلاد وطرق استغلال واستدامة الموارد المائية والاستفادة منها من حيث تقنين استعمالها وإدخال طرق الري الحديثة في الزراعة. نتشرف بانعقاد المؤتمر الثاني للمياه في قضاء حديثة، حيث تقوم جامعة الأنبار بعقد مؤتمر للمياه بحضور كل من وزير الصناعة والمعادن المحترم ووزير الموارد المائية المحترم ورئيس الجامعة المحترم. مستمر أعمال المؤتمر ليومي 15 و16 آذار، حيث نتمنى الله التوفيق لهذا المؤتمر ولذلك الحصول على توصيات لمعالجة شحة المياه الحاصلة في العراق، ومن الله التوفيق. أود في البداية أن أشكر اللجنة التحضيرية على سماحتهم لنا في المشاركة بهذا المؤتمر القيم اللي جمع نخبة من علماء العراق في هذا المؤتمر بغية الوصول إلى سلسلة من الوسائل والحلول لمشكلة جفاف أو قلة مياه أو شحة مياه. أولا سكان المنطقة إذن يعني وصلنا إلى حلول قد طرحت الآن في مسألة ترميم وإعادة المجاري إلى وضعها الطبيعي، وشكرا جزيلا. المؤتمر الحالي الحقيقة يناقش موضوع مهم جدا وخطير بالنسبة للوطن، ألا وهو شحة الموارد المائية، لأن مستقبل الوطن يعتمد على الموارد المائية وتوفرها، وهذا يخص 40 مليون مواطن عراقي. أسباب هذه الشحة المائية هي ثلاثة: أولاً المشاريع الإروائية في دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وثانياً التغيرات المناخية وتأثيرها على المنطقة، وثالثا طبيعة إدارة هذا الملف داخل العراق، لأنه مثل ما بالبداية قلت هاي مسألة حساسة وخطيرة تخص مستقبل الوطن، لأنه احنا حاليا على مرحلة حرجة جدا، لأنه العراق الآن على مقياس الجفاف هو 3.7 من 5 نقاط، وإذا بقت الأمور كما هي عليه فالتوقعات المستقبلية تقول أنه خلال 10 سنين العراق تقريبا راح يصبح لا سمح الله صحراء جرداء، فلذلك يجب أن نعالج هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. حقيقة هذا الموضوع هو قبل أن يكون موضوع محلي هو موضوع إقليمي، على الحكومة العراقية أن تحاول أن توافق بين الدور الإقليمي والدور المحلي وترشيد الاستهلاك وتوفير كمية مياه أعلى ومعالجة المياه الملحية ووضع خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية. بمناسبة مشاركتنا مؤتمر الثاني المياه المنعقد في قضاء حديثة لمعالجة المياه وشحتها، حقيقة قدمنا بحث يعالج لنا استخدام الارتيزيونول المنتشرة في محافظة بابل. أخذنا عدة نماذج من الآبار الارتوازية اللي البئر الارتوازي اللي تعطي مياه بدون حاجة إلى سحب، وإنما موجودة جارية تطلع على السطح، وبالتالي هذه المياه قلنا سميناها فري، يعني ما تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى سحب. بس هاي شفنا أغلب هاي النوع من المياه مدى يستخدم الإنسان، معتمد على السقي أو الشرب بواسطة الأنهار السطحية.